المكتب الإعلامي لمدينة دوما، اشتعال النيران على أطراف المدينة نتيجة القصف العشوائي عليها والتفجيرات، حيث يقال أنها من قنابل النبان. الله أكبر، الله أكبر. هذه النيران ممتدة على بعد حوالي 500 متر، وهي ترى بحجم كبير جدا. ارتفاع النيران يعتبر على أنه 12 مترا، وهذا ما يلاحظ على أنه أعلى من المنازل المحيطة. هذا ما تفعله قوات النظام يوميا، حيث تحول ليل هذه المدينة الهادئ إلى ليل مليء بالدماء وبالقصف والقذائف الهاون، وتحول نهارها إلى نهار محزون مليء بالمآسي. الله أكبر.